هنالك العديد من الطرق للفت النظر إلى ظاهرة تغير المناخ: الحوارات، النقاشات، المظاهرات، والآن الفن. الفنان التايواني فينسنت جيف هوانغ جاء إلى الدوحة ليحدثنا عن جزيرة تيفالو الأطلسية، والتي هي ذات أهمية خاصة، فهي من أوائل الدول المتوقع أن تغمر بالمياه بسبب ارتفاع مستوى البحر. فينسنت وفي محاولته ليوصل رسالته عن ارتفاع مستوى البحر قام بتقديم The Animal Delegate أو سفير الحيوانات. Animal is like a material, a symbol to give the general public have a strongly visual impact. Then through the visual impact, I can lead the general public to read the story of which message I would like to tell the international society. جميع هذه الحيوانات مهددة بسبب ارتفاع مستوى البحر. فبالنسبة للدب القطبي والبطريق فمسكنهما يذوب تدريجياً. أما سلحفاة تيفالو فهي معرضة لأن تخسر موطنها لأن الجزيرة قد تغرق. 10 years ago I start to research how human civilization is going to build a brand new world or we are faster tower to a disaster. This is my question through my art creative. نتمنى أن صوت فينسنت انسمع. فخلكم معانا لأننا بنجيب لكم العديد من التقارير.